حديدة ما بقاش حديدة، ومراته فتحتها على البحر وقلعت العباية السودة ولبست البادي، وعروض الأزياء بتتسابق عليها. مين قال إن الفلوس مش كل حاجة؟ نيولوك دنيا قلب السوشيال ميديا والناس بتسأل عن السبب. دنيا مرات محمود حديدة، البنت اللي اتشهرت هي وجوزها بالفيديوهات اللي نشروها وجوزها على السوشيال ميديا، وهي عاملة نيولوك جامد خالص على التيك توك، وهي بتغني وبتعمل لنا غمزة عينيها وملامحها متغيرة 180 درجة، لدرجة ان البلوجر خلاص اتجننوا عليها وبقوا عاوزين يتجوزوها. وبرغم من تعود الجمهور على مظهرها العفوي ونظرتها البريئة، الا انها غيرت ملامحها وبقت مختلفة تماما، حاجة كده زي هيفا وسمية الخشاب، بوش اجمل وملامح رقيقة. وده اللي خلى كل الناس يسألوا ايه اللي حصل لدنيا مرات حديدة، وهي فعلا الفلوس والشهرة ممكن تعمل كل ده؟ بالرغم من حب متابعين دنيا لشكلها الطبيعي عشان طيبتها وتلقائيتها، الا انهم عاوزين يعرفوا ايه اللي حصل ليها عشان تبقى بالجمال ده، وهل هي فعلا عملت عمليات تجميل ولا ده سحر الميك اب والفلاتر. اللي جاوب عنه كتير من السوشيال ميديا، وان السر في الفلتر اللي استخدمته دنيا واللي خلى وشها ناعم وشفايفها حمرة. ده فلتر سحري ولا ايه اللي غير ملامح دنيا مرات حديدة للبلوجر دنيا، واللي خلاها تبان في سن مختلف وشكل تاني خالص؟ وده اللي خلى السوشيال ميديا تعلق على الموضوع ده وتقول وفيها ايه يعني لما تغير من نفسها، يعني هو ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ استمر يا دنيا، احنا فانزاتك وحبينك على اي وضع انت فيه، بنحبك بخفة دمك وطيبة قلبك. وده مش اول مرة تظهر فيها دنيا بشكل مختلف. قبل كده ظهرت بساشن افراح وهي لابسة فستان فرح وعاملة ميك اب ارتست كامل مغيرها برضو بشكل كامل. وده مش اول ولا تاني مرة اللي تفبركوا دنيا على التيك توك اللي بيتخطى الاف المتابعين، اللي نالت شهرة كبيرة بسبب الفيديوهات دي. وفي السياق نفسه اعلن محمود حديدة ومراته خبر حملها من فترة صغيرة، واللي تسبب في حالة جدل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشن موجه هجوم على الزوجين. واللي معروف عن حديدة ودنيا انها اصغر متزوجين في مصر، وساب مهنته الاساسية وحب الشهرة والسوشيال ميديا، وقال خلاص مش هرجع للفقر تاني، انا حبيت الشهرة خلاص وتعودت عليها، وبقى يتلزق في الفنانين عشان يفضل ترند، وكل ما الناس تنساه يفكرهم بيه بترند جديد، ومن لبس قديم لأحسن بدل وشياكة آخر حاجة. فعلا الفلوس بتعمل المستحيل.